سوف نتعرف في هذا الجزء على كيفية استقبال الرسائل الواردة، ولعمل ذلك نضغط على المفتاح Send Receive من شريط الأدوات القياسي Standard، أو نفتح القائمة Tools ونختار Send and Receive All من القائمة الفرعية Send Receive، أو نضغط على المفتاح F9 من لوحة المفاتيح. سيظهر المربع الحواري Outlook Send Receive Progress، والذي يتم من خلاله إرسال واستقبال الرسائل. وبعد انتهاء عملية إرسال واستقبال الرسائل، يتم إغلاق هذا المربع الحواري تلقائيا. ونلاحظ أن عدد الرسائل الواردة يظهر بجانب اسم الاختصار Inbox، وبالضغط على هذا الاختصار يتم فتحه وعرض محتوياته، ويظهر رمز الرسائل الجديدة كظرف مغلق داخل هذا الجزء. ولقراءة رسالة واردة نضغط عليها بمؤشر الماوس، فيتم عرضها في الجزء Preview Pane، وباستخدام الشريط المنزلق الموجود يمين هذا الجزء يتم استعراض محتوى الرسالة. كما يمكن فتح الرسالة داخل محرر الرسائل بالضغط ضغطا مزدوجا على الرسالة، فيتم فتح الرسالة ويظهر محتوى الرسالة داخل هذا الجزء. وفي الشريط الموجود أعلى هذا الجزء يتم عرض بيانات الرسالة، ففي الخانة From يظهر عنوان البريد الإلكتروني الخاص بالراسل، ويظهر تاريخ الإرسال في الخانة Send، كما يظهر عنوان البريد الإلكتروني الخاص بالمرسل إليه في الخانة To، وفي الخانة Subject يظهر موضوع الرسالة. ومن خلال هذه النافذة يمكننا التنقل بين الرسائل الواردة، وذلك بالضغط على المفتاح Previous Item للانتقال إلى الرسالة السابقة، والضغط على المفتاح Next Item للانتقال إلى الرسالة التالية. ولإغلاق هذه النافذة والعودة إلى النافذة الرئيسية للبرنامج نضغط على المفتاح Close.